متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع يوما بيوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد بإذن الله، حيث يسود الطقس مستقر في عموم المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تشهد بعض التشكلات الركامية خلال ساعات الظهيرة والعصر. أما عن درجات الحرارة فستكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق، حيث يسود الطقس حار في المنطقة الشرقية والوسطى والشمالية وأيضا على سواحل البحر الأحمر، لكن تكون الحرارات معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. يوم الاثنين لا تغيير على الحالة الجوية، استمرار الأمطار الموسمية على جنوب غرب المملكة، درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق، وتنتشر بعض الغيوم العالية في المنطقة الشرقية والوسطى. يوم الثلاثاء بإذن الله أيضا تستمر الأمطار الموسمية بالهطول على المنطقة الجنوبية الغربية، تحديدا منطقة عسير وجازان. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية فتعود وتنشط رياح البوارح مجددا، هي رياح شمالية غربية تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محدود في تلك المناطق مع انخفاض قليل على درجات الحرارة. أما درجات الحرارة ستبقى حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق. يوم الأربعاء تبقى الأمطار الموسمية تهطل على المنطقة الجنوبية الغربية، بينما يستقر الطقس في عموم المناطق أو في باقي المناطق، درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الخميس لا تغيير على الحالة الجوية، استمرار الأمطار الرعدية على منطقة جازان وعسير بعض أجزاء من منطقة نجران خلال ساعات الظهيرة والعصر. أما باقي المناطق تنتشر بعض الغيوم العالية في المنطقة الشرقية والوسطى، ودرجات الحرارة تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أما يوم الجمعة أيضا لا تغيير على الحالة الجوية، استمرار الأمطار الرعدية على منطقة جازان وعسير والأجزاء الغربية من منطقة نجران، تنتشر الغيوم العالية في المنطقة الشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية، درجات الحرارة تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، حيث تكون في أوائل الأربعينيات في أغلب المناطق، بينما تكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.